فإنه كلام كلام الرحمن في الرحمن الدارين الدارين آمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتى إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا إياكم لعلى هدى في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق والفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستغفرون عن ذنبكم ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تري إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين كفروا للذين صبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددنا عن الهدى بعد جاءكم ما كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب أجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والله أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مطربوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أمالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تغربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا من رماد آمنوا. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك بالعذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقوا من شيء فيخلفه وهو خير الرازقين. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دون كانوا يعبدون الجن أكثرهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ما هذا إلا إفكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونا أرسلنا إليهم لك من نذير فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مشارا آتينا فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وما يبدئ الباطل وما يبين قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت بما يوحي إلي ربي إنه سميع وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل من قبل إنهم كانوا في شك مريب الرحيم الحمد لله فاضر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ولزيد حكيم يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ولا لا اله الا هو فانا تفكون فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو لذن يكون من عذاب الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تذم نفسك لمزرات إن الله بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذي ينكرون السيئات لهم عذاب جديد ومكر أولئك هو يبور
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا يغز من أمر إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب هذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتلبلك في مواقر لتبدأوا من بدري ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الذين تدعون من دونه ما يملكون من غدمه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة أما تزكى فإنما يتزكى لنفسه غير الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الأرض من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إلا الذي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا غلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وفي الزبر وفي الكتاب المنير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانها ونبيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يدعون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورا ويزيدهم من فضله إلا غفور شكور والذي أوحينا من الكتاب هو الحق مصدقا لما من أدين لا من أدين وبير أدين ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن الظالم ومن غير عذب ذلك جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور الكتاب ولولا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزى كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نذير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا يمسك السماوات والأرض أن تزولا لئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين لن تجد لسنة الله تبديلا ولا تجد لسنة الله تبديلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بما تفعلون